السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه ديالي موروكان ديلايت. اليوم ان شاء الله غادي ندير لحم بخار وخضره مبخره. كيف ما كتشوفوا هادو هما المقادير، غتلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو. بالنسبه للخضره انا استعملت بالنسبه للخضره يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الخضره، يعني الخضره اللي كتعجبكم يمكن لكم تستعملوها. انا درت خيزو والبطاطا والشامبينيون البروكولي. اول حاجه كناخذ اللحم كنحطوه في شي طاسه ديال نخلطوا فيها. كنديروا الملحه، الابزار، ثومه مدقوقه، قزبر حبوب مطحون، سكنجبير، والكمون، الزعفران الحر تكونوا حمصتوه شي شويه، حمرتوه شي شويه في المقله ومن بعد كتصوبوه بيديكم بحال هكذا كتفرتسوه، وزويته، ومن بعد كنخلطوا بيدينا مزيان. كنشدوا البصله مقطعه وكنحطوها من فوق من داك اللحم، ومن بعد كنغطيوه وندخلوه الثلاجة. كندخلوه الثلاجة نخليوه واحد ساعتين. كنبخروا الخضره، يمكن لكم تبخروا الخضره كل حاجه بوحديتها بحال البطاطا بوحدها وخيزو بوحدو، اولا تبخروا البطاطا وخيزو ومن بعد البروكولي والشامبينيون. كنبخروهم حتى كيطيبو مزيان، كيكونوا شي شويه قاصحين من الداخل شويه ماشي بزاف، حيت مع ملي كتخليهم كيطيبو مزيان. يعني البطاطا خاصها تكون طايبه مزيان. من بعد ما داز ديك ساعتين المكانه هكداك، كنخرجوا اللحم من الثلاجه. فوق الكسكاس كنديروا القزبور معدنوس، كنفرشوا قزبور معدنوس النص ديالو، وكنفرشوا ورقه سيدنا موسى. من بعد كنحطوا اللحم على داك القزبور سيدنا موسى، ومن بعد كنحطوا ديك البصله. عاوتاني كنشدو القزبور معدنوس اللي بقى لينا وكنحطوه من فوق اللحم. كنغطيوه باش ما كان انا غطيته بداك البلاستيك ديال الغذائي. كنخليوه يتبخر من جوج حتى لجوج، من ساعتين حتى ساعتين ونص اولا حتى ثلاثة سوايع، حيت كيشد الوقت في التبخار. يعني خاصكم الا كنتو غطيبوه صوبوه في الصباح ملي تكونوا كتقضيو الشغل.
بالنسبة للخضرة ملي كيطيب لينا اللحم حتى كيطيب كنشدو الزبدة كندوبوها في المقلة، كنديرو الخضرة ديالنا كنديرو فيها شوية الملحة شوية ديال البزار ومن بعد شوية ديال الكمون، يمكن لكم ديروا الثومه، يمكن لكم ديروا قزبر ومعدنوس مدقوقين، اللي يعجبكم ديروه مع الخضره. كيف ما كتشوفوا الخضره كامله كندير فيها لقامه وحده، كما تنقول لكم يمكن لكم ديروا ثومه مدقوقه وقزبر معدنوس حتى هما كينسموها تجي زوينه مع الخضره. كناخذ البروكولي حتى هو يمكن لكم ديروا حتى الشيفلور، طلع الخضره اللي كدار يعني نتوما والذوق ديالكم. بالنسبه باش الا بغينا نقدموا هاد الاكله هذه كنديروا اللحم من وسط شي طبق ولا الطبسيل ولا صينيه، وكنديروا الخضره دايره عليه بحال شكل شلاده سلطه جاردان، وكنقدموه سخون وبصحه وراحه. كنتمنى انه ان شاء الله يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا تسجيل في القناه ديالي وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم وخليتكم على خير. السلام عليكم.